أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اهتمامات. البداية مع خبر الحمل السار وفي طريقه إلى النور، هناك قلق واضطراب على مصير هذا الجنين، فلربما كان مشوه أو بلون مغاير للونه الطبيعي، والسبب في بعض الأحيان هو اختلاط الخرافات بالحقائق. هذا ما سنحاول الكشف عنه في هذه الحلقة التي نتمنى أن تتابعها وأن تكون قد أتت بالجديد فيما يعرف بالوحم بالعربية أو الشهوة باللهجة الحسانية، وهو أن يتغير الجنين من مخلوق طبيعي إلى مخلوق غير طبيعي بفعل فاعل أو بفعل نظر الأم إلى شيء معين أو شيء مخيف أو تأثرها بأي تأثير آخر خارجي عنها. طبعا هذا ما سنحاول معرفته طبعا مع الدكتور، وهو ضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الله ولسيد المختار، ومع بعض العناصر الموضحة لهذا الموضوع. دكتور أهلا بك. إذا طبعا نحن هون نناقش موضوع ثار ياسر من الأمور، وطرح تساؤل في زمن الحديث. زمن الأول ما كان قاعد في نقاش، الأم الحامل مجرد ما تشوف شيء مخيف يتصور الشكل شكل الجنين، هذه هي القناعة عند الناس، وقناعة أخرى بأنها ما إذا اشتهت رواية ولا بقات رواية ليش ما يؤخذ نهائيا، ما هو في يوم الطلق ما يؤخذ، ما هو لين تجبر ذاك الشكل ونجاب لها ياسر من الأمور بتنوع عليها الخيام وطرحوا لها القدحار، لعاد صرت أم صغيرة فيها الحياة ما تذكر ذاك اللي بيها، وكل شيء نجاب لها وتبرع الناس اللي فيها حد قط واخذ شيء زين طرح قدامها. هي طبعا مجموعة من العوامل، مجموعة من الأمور كانت خارقة في ذاك الدهر الأول. قرر كما دخل الموضوع نختار شوي نتعرف على الحمل من الناحية العلمية ولا من الناحية البيولوجية، شنو هو الحمل بعجالة، ونعقبوا نتابعوا عنصر التمهيد اللي يوضح لنا الموضوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. بالنسبه للحمل، الحمل هو عباره عن حاله فيزيولوجيه تمتد من حدوث اللقاح الى خروج الجنين خارج الرحم. هذا الحمل فيزيولوجيا عاد تسميه من حالات يمر دون اي معوقات تذكر، لا توجد فيه معوقات بالصوره الفيزيولوجيه، وبعض الاحيان هناك تغيرات فيزيولوجيه في المراه الحامل. هذه التغيرات ناجمه عن خلل في التوازن الهرموني الذي كان موجودا قبل الحمل، إضافة إلى زيادة الكتلة الدموية، بالإضافة إلى زيادة النشاط على القلب وعلى الأعضاء الوظيفية. هذا النشاط الفيزيولوجي المتسارع يجب أن يتم لكي تتم المحافظة على الجنين طبيعيا في رحم أمه. معنا هناك تغيرات في الرحم والرأس، هناك تغيرات في القلب، هناك تغيرات في الثديين، هناك تغيرات في غدد كامله في جسم المراه، تغيرات في الغدد الدرقيه، تغيرات في الغدد النخاميه، تغيرات في الجهاز البولي، تغيرات في الجهاز الهضمي. هاي تغيرات فيزيولوجيه ناجمه عن اضطراب في التوازن الهرموني. هاي التغيرات احنا ما نقول عنها مرض، ولا نقول عنها خلل، ولا نقول عنها شيء، ولا نقول عنها وحم، نقول تغيرات فيزيولوجيه الله سبحانه وتعالى عدلها جاك تكيل المراه الحامل مع هذا الجنين الموجود في بطنها. لذلك كيف تاش؟ كنا نقول عن الطبيعي عن المراه يزاد وزنها كيلو ونص، 3 كيلوات ونص، طريقه الحمل هذا طبيعي فيزيولوجي، سحب السوائل، وعلى المراه الحامل تبدا دائما تعاني من تصرع القلب، هذا مريض طبيعي بهاش بده هناك زياده في حجم القلب بسبب نقص الكتله الدمويه. تم المراه عندها اضطرابات نفسيه، كيف بعض الاحيان يعود زياده سين الصنعه، اضطرابات في النوم، بعض الحالات تم المراه الى اكل ما لا يؤكل، انت في البدايه تفتهم ياكلوا التراب، ياكلوا الحجار، ياكلوا الاشجار، شو الامور ما تتكلم نهائيا. هاي التغيرات كلها قالت التغيرات النفسيه المرافقه للحمل. ايضا هناك تغيرات فيزيولوجيه مريضه في التبول، شنو قالت تحس المراه الشعور الكاذب بالتبول، الشعور الكاذب بالرغبه في التبرز، الشعور الكاذب شنو قالوا الشبع. معناها هذه الامور كلها عباره عن حالات فيزيولوجيه ناجمه عن زياده وزن الجنين، اضافه الى ايش؟ تخلل في هذا التوازن الذي يؤدي الى اضطرابات في الغدد الدرقيه، اضطرابات كيف قلت بيتها في الدم، بالتالي هناك فقر دم يخلق اثناء الحمل الى اخره. زين، اذا طبعا هذه كمدخل للموضوع هي اعراض الحمل الطبيعي اللي هو نتيجه طبيعيه وحاله طبيعيه للانسان اللي تكاثر بها عن طريق الانسان اللي يكثر بها على الارض، وهو حاله طبيعيه ان الام ترفد الجنين بكل متناقضاته وبكل الامه وبكل بعض مشاكله،
وانها تطرح في ظروف طبيعيه، ان شاء الله يعود في ظروف طبيعيه، لان الشاهد وحرم التقرير الموضح للموضوع، وندخل في صلب الموضوع بعد التقرير مباشره ان شاء الله. قلق مستمر يعتري ذوي الحامل حتى اخر يوم من ايام الحمل، فهم حريصون كل الحرص على حياه وشكل الجنين المستقبلي، وذلك لما يحيط هذا الموضوع من قموض يستدعي بعض التوقف والنظر. لنتساءل، هل لشكل الجنين علاقة بما تتعرض له الحامل أثناء حملها؟ وهل العين المجردة تنقل ما تشاهده إلى أعضاء الجنين؟ وأين هي الحقيقة وأين هو الخيال؟ أسئلة ستحاول هذه الحلقة الإجابة عليها. يعني طبعا دكتور كما شاهدت ان هم بعض الخرافات وبعض اللبسه نبدأ واحده واحده نبدؤها. اولا نبدأ بدايه بذرم اللي ينقال عن الجنين بانه يكتمل الحمل عاد اخره وعاد 9 أشهر مكتمله وعاد ظروف طبيعيه وتات المراه تبرع. اصلا في الزمن الاول كان ينقال انها ما يقد ياخذ للشر الاسباب، طبعا هم تفسيرات علميه عندكم انتم مدرك منها، من الحوض يعود ما هم يعود كل ما مفتوح، يعود عندها عيب خلقي، يعود عندها مشكله، يعود تضخم في الجنين، يعود يستدعي العمليه، العمليه ما كانت خالقه. كان ينقال بان المراه انها ما تبرع انها مشتهيه روايه. نبدأ بذل النقطة أولا ونخرصه كانها علمية ولا ما هي علمية ونعب ونتغلو شو النقطة الأخرى، شنو رأيك؟ إن نختلف أولا وقبل كل شيء، نعم بالنسبة لكيف قالت حالة التقرير عن شكل الجنين ما عنده علاقة نهائيا باللي بشهوة الحامل ولا تعلق الحامل ولا محبط الحامل. شكل الجنين عبارة عن هناك شنو قال الأمور الوراثية، الأمور الوراثية ما نعرف شنو يطلع الشاه مع والده، والله الشاه مع والده والله الشاه مع أهله فقط لا غير. إذا هناك يعني قالوا عن أمر وراثي فقط لا غير. يعني الجنين إما يشبه والدته والله يشبه والده والله يشبه حد ماله، بالتالي ما عنده علاقه نهائيا برؤية التلفزيون ولا عنده علاقه نهائيا بالخوف ولا عنده علاقه بشيء سو شنو من الناحيه العلميه البحته. الناحيه الثانيه يعني بالنسبه للشهوه، الشهوه فيها نوعين، خالق الشهوات الاشهر الثلاثه من الحمل قبل الشهوات الوحام الوحم ما يخسر شيء الى 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 عاد تمت تلبيه شيء من الشهوات الوحام بالاشهر الثلاثه الاولى الى عاد ما هي مكلفه ماديا. شنو قالوا التلبيه العربية تلبية شهوات الوحام، الوحام تنقال ليش؟ الوحام تنقال اضطرابات اضطرابات عصبية فيزيولوجية تخلق عند بعض النسوان بأشهر الحمل الأولى الثلاثة إلى الشهر الرابع من الحمل. أنت تعرفوها كاملين، تعود المرأة بهذا الشيء الأخلاق ويكثر عليها الريق ويكثر عليها الدفول وتصاب قدم القلق اللي هو قلت تمام. وعدو ممكن تجبر شي مونك عندي. نفسية من ناحية نفسية يقول أطباء التوليد العام ما يخسر شيء تلبية رغبات. بعض رغبات تمر عاد ما مكلفة. كيما يدريش يعود خفيف، كيما يدريش يعود ما مكلف ماديا ولا مكلف فقط لطمنة المريض واكتماله كتاية. أيضا هناك مولي فعلا هناك مولي الحمل كيف قلنا قبيلة عبارة عن ايش؟ عبارة عن توازن هرموني فيزيولوجي نفسي عصبي ومعقد. منها لعن فعلا هناك تأثيرات نفسية بشكل مباشر للجنين غير ما عندها علاقة بشكل هو نهائيا. يعني كي مثلا ليش تصدم مثلا المرأة كانت مثلا سمعت خبر سار حتى والله خبر بالعكس ما هو سار، هذه أثر عليها نفسيا وربما يؤدي إلى ولاده مبكر. بعض الأحيان نفس الشيء مثلا بعض مثلا المرأة تتعرض مثلا للتيار غير طبيعي قد يؤدي ذلك مولى العالم تطيح كرشه. يعني هذا ما هو طيح الكرش ما عنده علاقه نهائيا بالشهوه. والولاده تعسر الولاده. ما عنده اذا انت في الفتره الاولى قلت لنا 3 أشهر وتعود مولاتها مضطربه نفسيا وتعود تبغى كل شيء تشتهي كل شيء وتطير على كل شيء لو كل شيء موافقه لو كل شيء مولاك عندها، ايش تنصحها هي به من راسها؟ قلت لها تحد من ذاك التاثيرات لعله تجبر روايه موكا عندها والله ما تبقيها يعني تاثر على الجنين. قلت على المراه اشاره الحمل الاولى الاربعه على انه عادي في كل العليات عبارة عن أمر طبيعي اللي ينقال الوحم اللي ينقال عربي الوحام. هذه اضطرابات الوحام قلنا عنها فيزيولوجية عنها طبيعية تظهر على شكل ايش؟ الجلاف والشين الخلال وكثرة الريق وقلة الرقاد وخوف وتعب وشين قالوا نوع من الترقب. نعمل الأمور قلنا يعني ينقال اضطرابات الوحام ولا عن بعض الحالات نقول للزواج والمرأة بعض الحالات العامة ما يخسر شيء في مرحلة ما يخسر شيء تلبية بعض الرغبات اللي عادت ما هي مشحفة بذوي المريضة. كي مثلا بورتابل مثلا الواجهة خفيفة قد شيء غرض منه هو شغل المرأة على الأعراض النفسية ما تلقى الحمل تتمونا في ذيك الفترة تتمونا المرأة. بالنسبة لكل ما تقدم الحمل كل ما بعدت الاضطرابات الفيزيولوجية وكل ما نقصت الاضطرابات العصبية وكل ما اضطرابات التشوهات وكل ما تقدم الجنين انا قلت كثير المشاكل
وبالنسبه لها هناك علاقه مباشره بين الدبيلة وبين الشهوه، هذا قطعا من ناحيه يميل عن المفرق من النهايه. والله مستبعد ما اقدر مستبعد قطعا. اما هناك مثلا المرحله الاخيره من الحمل تلبيه رغبه المراه ما عندها علاقه على مين نهايه. بيني كيف قلت انت بيني مقدمتك لان تعصب الولاده ولا صعوبه الولاده هذا عنده اسباب علميه بحته بيعرفها الطبيب ويدخل الطبيب. مع الحمد لله تطور الطب عندنا دخلوا في جميع الحالات دخلوا يعني هناك اسباب كثيره لتعقد الولادات ما عاد مجال حاله ذكرها. على كل حال تعقد الولاده في الشهر الحمل الاخيره يستدعي تدخل طبي يعود يعرف شنو السبب يعطي علاج تبغى الامراض. وبالنسبه وعلى العموم في الاشهر في الشهور الحمل الاخيره تعود تندر شهوات الحمل. خاي قضيه اخرى قلت له تبغين المقدمه اخبار الشهوه اخبار التشوهات الجنين. التشوهات الجنين فعلا موجوده. مازال انا نشوف دكتور التشوهات الجنين برك نقيسوا اخبار اعتقاد المجتمع والله اغلبيته بان تعسر الولاده انه سبب من اسباب الشهوه اللي تشتهي المراه الروايه ولا تجبرها وتعسر ولادتها. ونشوفوا راي بعض السيدات في الموضوع ونرجعوا. عن خرافي خالي واقعي لما رعيات تشتهي شهوتها على عينتها واحدة مازال ليش صغير تشتقع هو العياد جي منه العيب يعود رقاش كيف شاف وجه ما هو زين عنده يخلق لي الشير ذاك نبت والله عيبه وعيه يخلق مكوفت لي الشير مكوفت وعيه يخلق عنده صبع خاص والله عياد شوه بهنيس والله رواية ويجي لي الشير ذاك نفس الشيء خالق له سمعتي يا منتي وخالق لي الشير يعود فات تكون فات عاد نقولوا با 5 أشهر والله 6 أشهر والله 7 عاد لا متكون تجي وجهه يعني كيف تجي تعود رواية حمراء وجهه والله تعود فارو بل منين حكت بل منين مست المرأة ذاك المرأة منين تشوش ذاك نبت والله تقبل مرايا والله تقبل شيء تتنيم شيء ما تخلق لي ما يخلق لي الشير فيه عيب إذا سمعتين وعيات تعود لا يتنفس وشافت عليك أنت ملحفة زين والله رمبايا والله نعايب زينات والله ديري والله شوية سوى شنو طير عادي والله راح حالي لعات في البادية والله خطير والله شيء والله خايمة وتم منين تشوف ذاك يبقى لها ضيف اخلى وتعود ذيك الى تبرا وقابلت اللي وتتنشو لا تقول تبرا اللي انت وتجبر ذاك اللي مشتهيه تنجاب هذيك الخايمه قال انت ايش تبقى جاي حد مداسر معاه قول انت اللي حق اخلاقك والله بقف اخلاقك شنو تقول لهم بقف اخلاقي لا ايش تخيم تهلو فلان ذيك زينه عندي والله شوت عندهم قد حزوين طيروا شي عود باخيص قاع ما مقابلش ينجاب لهم ينجاب لها تبرا امراه انت تضمن بصحه يا تشوف شنو المسائل ود زين عندها يا تشوف بيفا ارمور ياسم المسالته خص بالعليات هي تعود واحده زيان عندها ونفس الوقت ما عندها باش تشري وتعقب تنسى انه شنو يخلق خيرك تدي الشير يعصر بيش يعود مع قربة تبرا الشير قربه يرخى بيدو يدور ذيك المساله اللي شافته مقبي يدور تجي. إذا كيف ما شاهدنا نفس اللي كنا نناقشه قبيل أخبار تأثر ينقال إنه وقت الطلق والله وقت الولادة بأنها تعود المرأة مشتهية رواية والله مشتهية شيء، نضرب بصك دكتور ودكتور أخصائي أمراض النساء وتجبر حالات يوميا وتجبر حالات الولادة، من درك أنا قد شفت إنه اعتقاد عند الناس بتعسر الولادة. طبعا أنا قلت لك إن يعوجون واحدة جايبين الصالونات واحدة شارين التلفزات وبعدين يجيبوا مفاتيح الوتات يعوجون ياسف الأمور ذي كيف وفعلا انا كيف قلت لك عن مبدئيا عن بصوره عامه عن خالق شين قال الشوات الخفيفه ما تخسر شيء غير الشوات الكبيره ما عندها ولا عاد الخفيفه ما تخسر معناها الكبيره ما تخسر قلنا عن في حاله بدايه الحمل بدايه الحمل المرأة تعود توعم عندها حاله نفسيه مضطربه هناك عدم توازن نفسي غير المرأة مصاري تعود الشيء من جاب لكم في الطب هم الامور اللي والله اللي جانا في الطب جانا متعسره ولادهم ماتت يجيبون صاحب الصالون ويجيبون الصالونات ويجيبون كل شيء يعود قال دقت وعلقه دقت وتبرا عاد يعود دقت قال دقت فرصه يعود لابد من طرح الشر وبدا العمليه جراحيه بدنا قطعا ما عنده علاقه نهائيا بالصالون ولا شيء على مره جاب لي واحد صالون واحد جاب لي تلفزه واحد جاب لي مره يجيبوا كل شيء دائما يجون الطب يجيبون كل شيء انا بعدها شخصين دائما نخليهم يشوفوا غنى عنه في النهايه عقب من رجال العمل في النهايه عقب من رجال العمل رجال الفرصه بس باش ماخذ الشيء الطبيعي اذا كنت نقول على ذا اللي قالوا التشوهات نختار هذا مهم نختلف كلمه الموضوع مهم حتى للاسف الشديد موريتانيا عندنا متطورين عندنا احتكاك بالعالم ياسر احتكاك بالعالم شوهات موريتانيا عاد ياسر وعاد يمكن كشفها عن طريق التلفزه العاديه الايكوغرافي نقول على الايكوغرافي يعني عاد الشهوه الجنسية عاد تكتشف بالعين الايكوغرافي تكتشف الشهوات اعتبارها من الشهر الرابع من الشهر الخامس وحتى الشهر السادس وهذه تشوهات تشوهات تعرف يعني مثلا
كان عنده صبع زايد، كان عنده مياه طبيعية، كان عنده مياه بلي إلى آخره، أي قال تشوهات داخل الرحم تنعرف عن طريق التلفزيون. نقدر نقول عن عاد مولي موضوعهم مهم، ونقدر نقولوا عاد قالوا تشوهات الخلقية عاد ياسر الموريتاني في خاصة في القلب، خاصة في القلب عاد ياسر في القلب. نقدر نقول عن عاد عندنا موريتاني أمراض ياسر الأمراض ما كان عندنا شنو قالوا الأمراض مرض خطير، حتى قالوا قالوا داء المصورات ولا داء المقوسات، مرض يخلق ينتقل عن طريق القطط، القطط اللي عاد ياسر حتى ما مشروطونات اياه. واحنا هون دائما عندنا نعدلوا من يجينا مرض مريض نعدلوا فحوص الدم، للاسف الشديد ياسر من النساء يطلبوا فحوص الدم العامه يتضايق منها يقول هذا مو ضرر ولا شيء. نقدر نقول من المنبر عن اي فحص طلبوا الطبيب عن اي فحص ما عندك اي فحص طلبوا الطبيب عنه يعطي وعدل يعطي عدل الفحص. احنا دائما كنت توكسو بلاسموس نقتنع عليه دائما كنت توكسو بلاسموس يقول لنا ما انا فاهمين هذا ما هذا واعر وذا كذا، احنا كاتبين بلاش دوروا اول قبل كل شيء نعالجوا ياك نقوا يشيلوا المتشوهات. تعود مره ما عنده اي تعود مره ما عنده مشكله وحمله طبيعي بين الشيخ يشير عنده مشكله. كثير نقول عن عدد المرض كان في اوروبا وكافحوا مكافحه بسيطه حتى لعن كل طفله قبل البلوغ يربوا معها نوصه ولا مش ترى معها مش ولا نوصه دائما تحتك به احتكاكها مع النواص يودي لها وجود مناعه من هذا المرض اللي قال مرض التوكسوبلازموس اللي مسؤول عن ياسر من اللي يقول التشوهات الخلقيه اللي يقول الناس يشير عاد عنده ست اصبع والله يشير خلق ما يتنفس والله يشير خلق ضعيف والله يشير الى اخره. ثانيا التشوهات ياسر وعنده ياسر الاسباب وياسر انت مجهول. هاي التشوهات الخلقيه هي عباره عن شنو قالوا خاقر وين قالوا الكروموزومات طبعا الصفات العربيه الصبغيات. هاي الكروموزومات للاسف الشديد الان كل ما قرب زوج من الزوجه اللي هو الزواج بين بال عمر الدرجه الاولى اللي منتشر فينا احنا الياسر المولد الثاني هذا ايضا من اسباب هذا بيراجع عنده الصفات الوراثيه السيئه والمرأة عندها صفات وراثية غير مرغوب فيها. هذا التقارب بين صفات وراثية للزوجين يؤدي إلى كثرة ما يدعى بالتشوهات. هذه التشوهات اللي عاد ياسر حتى ولدتها أيضا الناس يقولوا عنها الوحم والله يقولوا عنها كيف قالت المرأة شافت خالعها وما خالعها نهائيا ولا عبارة عن التقارب التشوهات الجنسية عن التقارب الصفات الجنسية والجسمية لدى الزوجين هاي يؤدي إلى كثرة التشوهات. كيف قلنا بعض الأحيان يعود فيه مثلا تغير في اللون تغير قد هناك مرشي الطفرات. الطفرات عباره عن صفه كانت في الجيل الثالث الجيل السادس ولا الجيل السابع هذه الطفرات قد يعودوا الطفرات قد يعودوا مسؤوليه عن التشوه الخلقي. ما انا عن نختار نقول من المنبر لعل الامور كامله عاد عندها 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 شنو قالوا دليل علمي وانا اعتقاد السيده حد دائما يتم يبعد عنها. اذا اول وقبل كل شيء خير حد الجيل السبا ظاهره سبا دائما فارشه ما يعني مين عند زي امراه حامل تتابع متابعه مع الطبيب والله مع الطبيب وقال انت متعلمين يخبر الطبيب هو يخبر ذاك اللي يقوله ما يطلب من الفحص هذا متعلمين احنا الفحص ما نعدل خطا ابدا ما عدل لاندور بشيء اللي ما ندور يكون بشيء. يقول لك مثلا نحن نطلب مثلا عين مثلا بعض الاحيان نطلب للمراه فحص السكر تقول لك انا معي في السكر سكر شديد مثلا المراه الحامل عندها تكبر يعني مثلا تجي المراه فيها الكواتر نعدل فحص الكواتر تقول لها ليش فحص الكواتر خايف عليك تقعد تجي الكواتر مين تبراي وترضع الشيء خلق يوضع حتى عجل الكواتر وضع مثل المرأة نعوذ بالله المرأة مثل فيها السيدة ياسر عادت قاضي عندي فحص السيدة ليش تدواي وتبراي مطر ما تعدي الشرك يداوي يبرا ما يبرا قلنا مرأة فيها التوكسوبلازموس هاي اللي يعود تشوهات خلقية في القلب عاد ياسر يعطوه حبة خفيفة هوي مين يكتب لنا نتيجة فحص عنه بدلا من تم خايفة من تخرص شيء مخيف وخايفة من تشتر واية وخايفة شكلها مأمنة راسها. أنا عن كل شيء عاد علمي لك صناعة الطيارات كيف صناعة الوتات كيف صناعة الأجهزة ما عندنا كامل الطب والطب خاصة طب النساء تطور حتى على التمور كامل علمية. أنا مثلا جات مثلا امرأة أنا تشوه خلقي تشوف التلفزة عاد تشوفها كان أصبع 6 ولا 7 تشوفها تشوفها كان راسي كان طبيعي ولا مو طبيعي تشوفها كان اللي يشيل راسه فيه ولا ما فيه تشو عينه قاعد شو عيد قاعد الشاشه قاعد بلاروس بلاروس مرض خلق جوني يوس مثل بلاروس قاعد تشفرون ونطيح الكرش قاعد بعدين بيا حد معناها خاين يعني شوفوا لي يعني شوفوا ياس يعني شوفوا لي شيء بلا كرا في التلفزه معناها عندنا هذا هو هذا عباره عن تشوهات خلقيه مرضيه علميه وقابل للعلاج وقابل للوقايه مولي نقول يعني قابل للوقايه مثل ما نقول مثل امراه فيها السكر ولقد تابعتني هي جات من بادي مرفوعه للطبيب
وجات عندها تقريبا كرشه كبير تضخم، كرشه تقريبا فيها 45 سم ولا 45 سنتيمتر، وعندها الفحص كبير في 4 غرامات ماء، ما هو فاش مو الشهوه وله مرض. هذه امراه فيها السكر، السكر يودي الى ضخامه الاجن، السكر يودي وجوده نتبع ملاحظات باذن الله. ما انا يعني كانت تابعته، عرفنا عندنا فحص السكر قبل الاسبوع العشرين، قبل الشهر الرابع من الحمل، وبعد فحص عاد فيه سكر، السكر مرتفع، واعطيناها دقه الانسولين، يعود الشهر صغير وطبيعي، وحمايه الشهر من السكر، بينما الى اخر يعود الشهر كبير، ويعود بدنا نجيبوا لها التلفزات وفيديوهات وكل شيء، عدوا له كب على كرسي كل شيء، بينما هذا احنا نعرف عندنا فيه السكر، احنا نقول روحك ما بيني نعرف سبوك واضح لنا احنا. زين قضيه والله، مثلا مثلا جينا مثلا المراه عندها قاع غياب بلا راس، قاع الشيء قاع بلا راس، يقولوا لها هي قد خرجت في التلفزه اخلعها، ولا قد شافت فيديو اخلعها، ولا قد خاط على كلاب والله شيء، هذا ما عنده اي اساس علمي، هذا عباره عن تغير في الشرر الوراثي اثناء فتره معينه تطور الجنين ادى الى غياب الراس. هذا هو معناه العلاج، العلاج يجب انهاء الحمل فتره زمنيه معينه، اياك ما يخلق الشيء بلا راس ولا اي حاجه. زين قضيه اخرى نفس الشيء، يعني مثلا يخلقوا التوام، التوام طبيعي واحد دائما اكبر من الاخر، مش طبيعي دائما يقول احنا نقول احنا الطب يغبنوا يغبنوا في الوكيل، يقول لك المراه هذا يصير قطع عن الشيء تبيش مو طبيعي، ما يشتهي بيش في زيولوجي الحمل، عندك جنينين مثلا واحد كل واحد صغير طبيعي، ما في شيء اخر، ما في اي علاقه بالواحد من هي. يجيك مثلا يصير مثلا عند شبه في العينين، تشوف هذا شبه خلقي، شبه خلقي عباره عن مرحله الجنينيه والله مرحله قاع الصل المضغه في تطور ايش قالوا الكروموزومات والله الصبغيات ولا الكروموزوم خلق ايش قالوا التشوهات تشوه ادى الى حدوث هذا تشوه الخلق، يعني ما عنده علاقه نهائيا لا بلا لا بلا لا لا لا. دكتور نقبل شوي مشاركات ونرجع للموضوع علاقته بالخرافه بالواقع وبالحقيقه. اذا طبعا احنا هون على ذكر اللجنه التخلق، هون اشاعه 2006 بان خالقه امراه خالها خلق لها الشركي الوحش واخضر، وانها كيف الفيلم شافته فتو، وشاعت الناس متاكده منها كامله بصفه عامه، ذكرني مشيت عدد التحقيق عنها وجيت الطب زايد وخلق الطب زايد وجبر الدكتور بشير ونعت لي واخذ لي فلاش في صور للشير وقال انها حاله طبيعيه من ذري الشير خضار يخلق في جسمه وتشوهات انه خلق كان يلا يطيح يقر لين ما طاح خلق بصفه متشوهه. اذا نقبل شويه نقبل مشاركات هون ابو ناديه، شكرا على الاهتمام بهذه المواضيع المسكوت عنها، ولكن اعتقد ولست جازما ان ثمة فرق بين الوحم والشهوة، والفرق بينهما ان الاولى في 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 الولادة طبعا اي اثناء الحمل، والثانية عادة ما تكون اثناء عملية الوضع او بعبارة اخرى الوحم في بداية الحمل والهو في نهايته. اذا طبعا سيدي والسويدان يقول شكرا مريم على اختيار اكثر المواضيع اهميه، عندي سؤال واحد، لماذا لا توجد هذه الظواهر الا في مجتمعنا؟ ما الذي لدى نسائنا ولا يوجد عند غيرهن في المجتمعات العربيه والافريقيه والغربيه؟ احمد غفر الله له يقول هي خرافه لا دليل علمي على علاقتها بما يصبح في المولود، سواء ظهرت صوره أو أي شيء، فقط خرافات بدورات من جيل إلى جيل. إذا طبعا هذا بعض المداخلات اللي بتقول بأن الخرافات قد ينتقلوا للشارع، نجبره بأن ذا كامل بأنه ما بأن ذا كامل أنه حقيقي، إذا نقول إحنا كامل أنه حقيقي. إذا طبعا عندنا هون مشاركة من مراد شامخ، شكرا جزيلا لكم، ونتمنى أن تنال الحلقة إعجاب المشاهدين الكرام وأن يتابعونا وهم في أتم الصحة وعافية، ونتمنى أيضا أن تمر فترة الحمل على كل المسلمات بخير وعافية وإنجاب السلس وطبيعي ودون تشوهات، والله الموفق. إذا طبعا محمد صالح مدو يقول هذا مجرد خرافات. إذا طبعا جميل أن جميع المتصلين جميع بعض المشاركين على الصفحة يقولوا بأن كامل خرافات يقهر بعد نعرف إحنا بأن هذا ما هو الواقع، ما هو الموجود، والدليل بأن عدنا استطلاع للرأي في ما بعد نهم حل، يعني قال لك التشوهات دكتور تخلق اللي تشوه اللي يشوه الجنين ويعقب يخلق به أمه شاهدت رواية والله شافت رواية ميزانة إلين يخلق لها وتجبر نفس الحالة تعرض لها، أما اللي الغريب أنها ما اقتصروا على الخرافة وحدها
بالعكس تعدلوا لها حل خرافي ايضا. بانها لين تشوف ذاك اللي خلعت منه في الكرش يرجع الى عن الشر، اذا عاد تشوه في الصوره يرجع، اذا عاد تشوه في اللون يرجع، اذا عاد وحمه ذي الوحمه الشائعه انها تعود في الجسم. اذا لين تتابعوا درك اراء يشوفوا بعض السيدات وحلول اللي وقصص حقيقيه قالوا انها حقيقيه انهم شاهدوها وشاهدين عليها بانها اهلها تعرضوا لتشوهات اجنة تشوهات وعقبوا برا ومستقبلا لين شافتهم هو نفس الموضوع. اذا نشوفوا مرة خلق عندها شيء مشتهي رواية خلقت في فراش عندها كانوا على مكوب عليه شم الحموم والله مكوب عليه فرنة فيها شم الجمع وعن هذيك الفرنة عنها التهماك اللي خلق في الفراش خلق في كعبة الشير هذا وعنها منين بدري تغيرت فراشها خلق فيه شيء كيف شيء قديم وهي خلاقة الشير كبير أمس وعنها قطعا عندها شيء شايفته وجربته عنها ذيك الطفيلة أنا منين بدلت ذيك المرة فراشها سابق تسمي عنها صبح ذاك يا بس في كرع هذاك كيف تشي ما قد تخلق حنا فم مرة في زرنا قالت لنا قد شافت طفيل مشتهية بيومو مشتهية بيومو إلا ملحفة ملحفة كحلة يا يكسعوا في الكرش يا قال قال ما قط قالت خمتنا هذيك الملحفة نمشي الزمن وجا الزمن وعاد الطفيل جلو فيه لا الحب وتسوالي يمشي الزمن وجا الزمن ذكر لها واحد ونستخار الشهور وجات واستخار لها نستخر لها قال لها مشي مشي قال لها شري الملحفه الفلانيه ولبسيها قالها الليله وتابعني الله تعالى دور يقعد عنها هي الطفل عاد دورت باربع سنوات هالله تو مشات وقبت الملحفه ذي وبات في نفس الليله لين عاد مع الصباح صباح الطفل بقى شد اخبار فيه ياسر فيها يا قرعيات ما يستهدى عليها تعود لهم اصلا ما هي طموحه ولا تقبل ما يحجل لها ذاك اللي شتها كيف تعيش تشويش من الناس في وجهه وفي زقب تعود مو مشتهيه قلاف فارو فارو تو ومنين تجبر ذاك الفارو يقعد عن ذاك وعيات تعود حميرة بعض عيات تعود رواية حمراء وعيات تعود قدحة وعيات تعود ش ويعود جمل أنا اشتمرة مشتهية وأنا عايل عند امرأة شافتها رابطتهم وخلقوا ولدهم كوفت من الليج عايل من الليج هذا في دارنا قاعدين خلقوا ولدها كان عايش عاملينها نتيجة ذيك الرواية ولا جبرتها ومنين تجبرها توقد عنها وشفت امرأة تشتهي حجها من الدلع وخلقت من تبوط هذا قدو هذه انا ذي نتكلم معاك بوط هذا قدو مذاكرتي للحجها ولا رايت وخلقت الطفله فين وفيخ هذا قدو كبير قدو وتميت عاقب ذاك انا وخلقت انا ماني شاكانها بيها الا قال لي ولا شامن ولا ملي حجه من الدلع والزمن حامي وانا ماني مصح ولا جاتني الحجه ولا ريتها ونسيت عنها وبيت منها تميت عاقب ذاك اللي جبرت حجه وقبات الحجه وقسمتها وكلت منها شو درت عقابه في الجدار وصبحت لي الطفل وبوطها اللي عاد بيكبر مولانا مكمش مترات كي وجهي الكهله كي وجهي يا نظر اذا طبعا الغريب ان القصص جاد عليهم والله جاد عليهم الروايه بانها لين تخلق كيف كنا نقول قبيل لين تخلق تشوه ولا تخلق وحمه للجل يبدا التفسيرات ويبدا التحليلات القطحة تخاض عليه تذكره كيف قالت السيده بانها تعود للمراه بطموح هذيك انها تعود تتخمم دائما مستحضره هذا الموضوع مستحضره بانها تقد اي وقت تعود الشهوه ما هي تفوتها بعض ذاك اللي خلق هذه المرحله هون ذي النقاط النقطة انها لين تخلق يتعافى الشير والله تخلق الرواية والله في حساسية لماذا لقيت الحبة معقول انه محب قعدت حساسية والله شي وعقب برا لين براين قال بانها مباشرة يقول حد بانها كانت اول ذاك اللي جبر ذاك الوقت ذيك اللحظة ذاك الجبر يقول انه جبر ذيك الساعة طبعا شفت الشعب البداية دائما عنده خرافات جميع الامور خرافات دائما الخرافة كانت هي القاضي في فترة زمنية معينة من الطول البشرية بصورة عامة كان مجتمع خرافي يعتمد على كل شيء عقب ذاك يعتمد مثلا على الخرافه وعلى تغير الطبيعه حواليه وعلى الطغر مثلا على تغيرات الريح منين يجي الريح يخلق ما هو كذا يخسف القمر يخلق شيء ما هو كذا تهش الشمس تنكسر الشمس يخلق شيء ما هو كذا كانت هناك التغيرات يعتمد على الخرافه الانسان فتره زمنيه معينه ايش قال الخرافه تو هي مرحله معينه من تطور البشريه احنا هنا تجي للاسف الشديد للاسف الشديد احنا اول ما نقع مجتمع اسلامي الخرافه الاسلام حارب نهائيا كمان العلم اللي حاربها نختار نقول كيف قلت عن الحمل بصوره عامه على عنه عباره عن حاله فيزيولوجيه
و90% من الحالات اللي عانوا يمرضون اي 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 مشاكل واي اختلاطات تبغى المراه برعايه تنادي يشير. هون نقدر نقول عن العلم درس التشوهات، وقعنا هذه التشوهات لها نوعين، خالق التشوهات عندها علاقه بالكروموزومات، وخالق التشوهات عندها علاقه بالحاله شنقالوا الحاله الفيزيولوجيه، مثلا مرض معين ادى التشوهات. واضح الموضوع. الحاله الكروموزومية كيف قلت لي عندها علاقه بالصبغيات، هاي معروفه يعرفها الناس كامل، كيف التغيرات الجسديه، كان الانسان كانوا ابيض كانوا وكحل كانوا، هذا عنده علاقه بالفيزيولوجيا انه يشبه والديه مباشره ولا عنده اي علاقه بشيء اخر. كانوا مثلا اصبعه كبار اصبعه صغيرين، كانوا كركب، هذا كامل عنده علاقه يشبههم والله ابوه والله اخوانه والله والديه، مثلا ما عنده علاقه يكون هذا. النوع الثاني التشوهات المرضيه عندها اسباب ومعروفه طبيا، يوسق لا يمكن حصرها بيدي كل نهار يظهر شيء. كيف تقلنا ولو نحن نعرفها كاملة، كيف قلت لك ضربت مثال علي لانه عاد خلقهم ولا ثاني التشوهات اللي سببها جرذومه والله طفيلي قالوا المصورات، ودائما نطلب فحوص عندنا بين اللي عاد ياسر، وكيف قلت لك اختلت مناسب عاد الفحوص ياك تشوف المرض يعطوه دواء في الحين. واضح الموضوع. هذه التشوهات هيك معروف يعرفها الاطباء كاملين، فهمت؟ هيك معروف التشوهات هيك واضحه. تشوهات الفاعل العصب السمعي يخرج الشيء الاطرش الله سمعه مو زين، حتى يخرج الشيء عنده نفخات في القلب، كيف قلنا دائما عاد ياسر العمليات القلبيه عنده بين السبب هذا النوع من الامور يخلق الشر مع الاضطرابات في الرؤيه. خلق التشوهات كيف قلت ويتي هاي خلق شو الناس عندهم شنو قالوا لي بيبو اللي هم كيف قلت المره اللي ويتها شنو قالوا قالت المره قبيل عندك رعي خاسري والله شيء عندك رعي خاسري والله شيء كوفت يعني من اسبابه دائما هاي اسبابه دائما هو زواج الاقارب، قال الفرنسي لي بيبو قال لي بيبو كفال مثلا عند الصار ذي القرعين الزينين انه يسببوا دائما عباره عن ايش؟ التغيرات في الكروموزومات مع وجود طفرات قديمه، هاي الطفرات القديمه كانت في الجيل 11 الجيل 9 الجيل 8 خلق في هذا راح ضحيت وهذا يشير الجيل العاشر تسبب دوما عباره عن ايش؟ من اسباب من دواب عوياش عباره عن تزواج الاقارب وعلاجه لو داب علاج يطلب يطلب نوع الحال وقع له، اما علاج جراحي اما شنو قالوا اعاده تنشيط الاعضاء الى اخره، اما زال الاعضاء لا يخبر فيه الاخصائي ذاك البشر. نوع ثاني من التشوهات اللي قالت المره قبيلت اياها عباره عن شنو قالوا قالت عن تبوطها قال فتق سري وشائع وراه السبب الرئيسي والاسف الشديد الخطا في قطيع السره اللي كان عنده نوايا. ناس تقطع السره بلماس ولا تقطعها بشيء اخر، تقطع قطيع خاسه، تقطعها بعيد، تقطعها لفوق، وبالتالي السره اللي قبلها دوري يبقى يسوكم تقطع فوق يعود زبور طويل، تم تحت يعود زبور ما هو خالق، تعطيها النقر يعود في غار، حسب الطريقه اللي قطع بها اصلا الحبل السره عنده وياه تيشير، واضح معناها على عن شكل السره يدخل فيه قطع السره، ما عنده علاقه نهائيا لا ب لا لا ب لا بالحجه ولا بما ولا بشيء، كل ما عاد قطيع السره زين كل ما عاد السره زين، كل ما عاد قطيع الحبل السري شين كل ما عاد سر شينا. بالنسبه الحب كيف قلت انت وحساسيه جديه وتغيرت لون الجلد كيف قلت البدايه عن لون الجلد تغير عنده علاقه قطعا الا بالوالدين اللي يشريش بوالدين. بالنسبه للحب طبعا الحب عنده ياس كبير سكيد وحساسيه قد يعود جرب قد يعود مرض يداوي ما ظهر لي عنده بالي عنده كان لاعب كاع ما يمرض حد بس بالحب اللي فقطانه هو اللي يميت دول يجل حد مرضو شمال في دوري برا معناها لان احنا دائما تقول من برا لان احنا عندنا دوله متطوره وعندنا نشوف الناس كيف قال واحد من المستمعين اللي والله المشاهدين على فيسبوك لماذا تعود موريتانيا حد النسوان هم في الامارات ما عاد في اوروبا لا عاد في افريقيا لا عاد في الدول العربيه نسوان موريتانيا يعود وهذا معناها لان مين يحرص حد الخرافه اجبار الرد عليه خفيف كيف تبرق انا حاجه من الدلاح وصرت قلت رد عليه خفيف رد عليه عن المراه مقطوع صرت قطع خاسر قلتوا كان قطع صدر قطع وعن كل حد يقدر يداوي قال الفتق السري هون دواء جراحه فرق يداوي جراحه فرق يقدر حد يقدر يداوي وبدون حد يبدون شيء هذا العمل جراحه خفيفه يردوا السره بحالته ويخيط بسيط نهائي معناها الان نقول من المنبر يقدر يرجع فجاه يقدر يداوي يرجع وحده قلت لك لعنه الفتق السري لانه ان قال لك الفتق السري انه عباره عن مرض بسيط مرض جراحي وعالج وقلت لك عن البوط اصلا من البدايه تخليك البوط اصلا انه خطا بقطيع السر واضح الوضع صحيح. الناحيه الاخرى كنت نقول عن المعتقدات دائما تكثر لا مع المراه الحامل ليش؟
يعني كيف قلنا البيضان يقول المرأة المرأة المرأة, 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 المرأة يقولوا عنها مرأة موجوعة، العبارة قاع نختار نقولها ما تخرب النهاية، من موجوعة بها اللي هو عبارة المرأة الموجوعة ما تنقى النهاية، يعني قالها مريضة بها الحمل عبارة عن مسألة طبيعية بالعكس حالة فيزيولوجية محببة يرغبوها الناس يغبوها الناس ويدواوا ياكلوا الرشاش ويتعبوا ويقيسوا الخارج ويعدوا الحمل الانامي ويعدوا كل شيء زرعوا كل شيء ياك يحصل على شيء انا عن الحمل لانه بتقع اولي عن فرح موصو واضح الموضوع لا يقول لك مره برات مره ما برات ما كانت مريضه ما كانت مريضه مره الحمد لله مره فرحت بالعكس مره فرحت انا كان هون احنا هون عندنا مشكله كبيره مشكله كبيره موريتانيا يالطن احنا الطب بدانا نقول يالطن نحضر المراه نحضر نفسيا كي طبعا بعثهم الدول الاوروبيه تحضر نفسي لما اقول انت يا امراه مالك مالك موجوعة امراه حامل مالك فرحي بدي قاعد تمونكي لو الرغبه انت فيه جاب العكس ما ناقش معاها ولا قال لها الوجع ما قال قال ليش تعود مخاطر قال الوجع تنفقع يعني قال تعود موجوع او تعود مريضه تعود كيبي حرام عليها الزحوم ما يفوت شي ثقيل محرم عليها الباس شي ثقيل محرم عليها كذا محبوسه كانها مثل ما تدور عليها ياسر من الضغوطات النفسيه بالعكس يا تعود تغير قدوه مره 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 حمل تعال جبرت النتيجه انا عن هذا الفروي هذا هو حصاد اي مره حصاد حياه المراه هو عباره عن ايش؟ عن تعود ولود تنشئ اطفال هذا الحاله الفيزيولوجيه ما هي مرت حضر نفسيا يعني ما جدد البشريه يعني هي تعود تشجع وتفخر يعطوها الهدايا ويعطى لها كل شيء على حملت هذه الحمل يعطوه تابع متابعه طبيعيه يعطي يبسط المراه ويجي للطبيب ويبسط الامور يقول هذا عنه بسيط عنه حاله فيزيولوجيه ويعطيها الدول اللي قال لي غير مو القضيه الثانيه مو للاسف الشديد ما يعرف المراه يعود جدا الى كلام المحيط من كلام الطبيب يعني هو مثلا في المعايات اليوميه تجيني مره تقول لي قالت لي مره عني عندي كذا اقول لا تقول والله اللي قالت لي فلان ومجربه مو قال لك انا مجربه ما انت ثانيا تقول المراه مو اللي نوت ما يعطي مثلا انت مثلا زمن الحمل يعني يا تسمع الطبيب فقط لا تقول لك قالت الوالده انت معدل كذا عوائد الوالدات ما انت مقبول نهائيا ما ذهب عوائد الوالدات بدايه الدار عاد الحمد لله الحياه متوفره والامور متوفره وكل شيء متوفر قضيه ثانيه ينصح نصح اقول لك قالت مع انت من الصدر قالت انت متك عليها قفايه قالت اذا ما هو حل الطبيب اخبر ان هذا الطبيب عنده امور علميه بس مثلا المراه مثلا حامل كانت عليها قفا من اهل تكلم زوج العسل تقول لها قالت لهم تكلم زوج العسل احنا قصدي تك عليها قفا يوديه ليش؟ ضغط الجنين علاش قال اوريد التي تصب في القلب والثاني يوديه لها ضيق التنفس قلت مرتها كان يقول لك انا مصابك ضيق النفس بك اللي ضغط الجنين الكبير الثقيل ضغط على الاوعيه الدمويه اللي مراجعه الدم للقلب خلق ضيق النفس مصابك ضيق النفس تملك زوج العسل زوج العسل يوديه لها تحسن الترويه الدمويه زين اقول مثلا المره اقول تمي تم ياكل خضار فاكهه تقول لك لا انا ما اقدر اكل خضار فاكهه قالت وانت عن ما ينتكلوا مسكر وشي ونقله قبل فقر الدم انا اخبرت عن الطب وقال لك انا مسكره في فيتامين سي وفي كالسيوم وفي معادن وسيله الامتصاص بلا مخلفات نهائي زي المره مثلا تقول لك انا ما اقدر استحم قالت لي معي ما نستحم استحمي به استحمي غير لا تطول فتره الصحون لا تقيس الحمام غير قيس الدوش قبل تسمي استحمي حتى في الدوش الحمام لا تقيس الحمام يعني خايف ليش؟ خايف من الضغط على الجنين خايف من الضغطات يوديه ليش؟ حركه الصحابات الشير قد يودي نزيد قد مرض احنا ما يتوس بناء على نحن الاطباء تكلموا عن المراه انتم حضروا نفسيا ما انتم حضروا المراه نفسيا وتبعد عن الخرافات وتنعزل عن العادات السيئه والعادات القديمه وتنعزل عن المجتمع القديم وتعود مراه طبيعيه مراه مترقي مراه عصريه مراه من العصر القرن 21 تعود مراه طبيعيه احنا نعرفهم دائما في التلفزيون شوفوا معنا بالجامعات شوفوهم في المهندسات شوفوهم كل التراب واحدة فرحانة في الخارج واحدة فرحانة أنا موجوعة فرحانة أنا حامل جيك تقول لك أنا مبروك عليك فرحانة بها بما أنا في موريتانيا شيء من الكآبة ومرض النفسية وتجعله قاع ما قد علم به أحد مو شهر سات لا يخلق مو كذا ما يجي حد يعلم به أنا جاي حتى شهر سات طيب قاع ما يقاس مو الشهر الثالث خرافة من يقول لك واحد يجي طيب هذا وتقول لك لا هذه خرافة من هنا نبغى نختار يقول أن فحص الحمل لا يكفي بتأكيد الحمل بيجي عدد ياسر من الحمل خارج الرحم لكن ما يقول عنه الشهوة الحمل خارج الرحم يقول الشهوة يقول انه مرض مو مرض وعبارة عن ظاهرة فيزيولوجية ادت لخروج عدم انغراس البويضة في الرحم وغرفة خارج الرحم بالتالي ادى الاشياء الحمل خارج الرحم تعد الحمل ولا ينفع فيه شيء وشنو ما ينفع فيه الوتر ولا ينفع فيه شيء وشنو المرأة عندها حمل خارج الرحم لابد من عملية جراحية اسعافية وتأخير عملية جراحية اسعافية يسوي يودي له موتها يقول بهذا المنبر مرة ما جات تمر هالشهرين ما فكرش حمل خارج الرحم ما يتوسل شهرين متوالي عندها حمل خارج الرحم ما اقلع عنها بالتالي اقول الصعوبة الجراحه ومشى ما يفهم عمليه جراحيه ما عنده اي دواء اخر نهائي للاسف الشديد يقول لك جاء
جاتني قالوا انا 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 انا, أنا مشتهيه مشتهيه وتر جابوا لي وتر وانا مشتهيه صار جابوا لي صار وهذا ما ينفع ما ينفع فيه عمليه لا بد اللي ينفع عمليه جراحيه استئصال لحمل خارج الرحم فقط لا غير عمليه بس هي مكلفه هي العمليه تصير ربع ساعه ونهارين في الطب والتمش ولا يغسل والمول يختلف يقول من برا المول انا ما تودي العقم ولا تودي هاي المشكله نعرف عليها اللي عندهم حمل خارج الرحم عدت عمل جراحيه برا وراها سبع وثمان مرات معناها ما عنده علاقه بشيء اذا مين تبلغ تعال تقول لي كان عدد فحص الحمل وفي ثمانية الطبيب قاعد يقول سمو الشهر الرابع ولا الشهر الخامس انا ايش بعد الشهور ايش شهور الطبيب طبيب من ضمن الخرافات ومن ضمن تصديق الاخر من قلت لك تقول له ما عاجبك شيء مو الشهر الرابع ايش بعد شهور الطب اجي حد يقعد عيني فيك تراسك العافيه تصنف ثاني اللي اختلقوا يعني الطبيب اللي عنه الطبيب عنده الطبيب اللي عنه سري عنه حالف انه ما يقول صار حد اسمه يسوى حتى ما نقول اخبار لزوجه انا المره ما يجي المره عندي اخبار ما اقول حد يسوى عند اللي كرنا ذا غداك انك تبي اعرف ولا انا ولين ما يتصبر ما يصرى بالحد ما يصرى بالحد اذا انا قبل شوي دكتور مداخله احد هون مشاهدين على الصفحه ومحمد الامين واللاجة يقول اختي الكريمه ان الهرمونات الانثويه اي الاستروجين والاستروجين تتاثر عاده من الحالات الطارئه كالفرح والخوف رغم ان الهرمون الادرينالين هو المسؤول الرئيسي عن تلك الاضطرابات إلا أن حسب آخر الدراسات تأكد أن الميلانين الموجود بشكل قليل في زيت الزيتون يقلل من ظاهرة الوحمة بعون الله. إذا طبعا هنا أجبرنا حالات هنا من بعض دائما المجتمع في حالة قلق من الحامل كي قلت لين تقول من تلفون زينة فرض علينا جاب لوحدة كيف تقول الملحة زينة في سخالها لقاج تعاطفها معها يقعد من ناحية قاع ناحية الإنسانية إنه يختارها تقعد دائما في جو فرحة كيف ما قلت أنت اللي ما خسر شيء وإحنا ما نضده وان دائما بعض الزميلات يقولون لهم لين يظهروا في التلفزه بمرحفه والله بشي يجوا اتصالات وبعض الفنانات يخلق اتصالات من راعي واحده موجوعه مع اني قلت الكلمه زينه عندي ان الكلمه امراه حامل قالت انها زينه عندها المرحفه يمشوا قريباتها ويتصلوا بك الصحفيه والله يتصلوا بك الفنان والله يتصلوا بك يدوروك تعطينا المرحفه وبكل سرور تعطيها لهم طبعا لان الحامل طبعا احنا ما نضدها ولا قد يشتري لها الخو والله البو والله الزوج اي شيء احنا اللي ما نضده يقدر تعرف وتتاكد بقرارات نفسها بانها ما هو بانها ما عندها مشكله وانها دور تبرع بها طبيعي والحمل دور يوفى على سلامه كما قال الدكتور. شكرا لك دكتور في ختام هذه الحلقه، شكرا للدكتور عبد الله ولد السيد المختار، وشكرا لكم على حسن المتابعه، شكرا للمنسقه تربانه المتديه، وتابعونا مساء الاحد طبعا القادم، وشكر خاص للمخرج المتميز بابا مين، والى اللقاء.